الفيديو ده يا جماعه هتكلم على تصريحات كابتن احمد شوبير، هتكلم كمان على تعاقد النادي الاهلي مع وسام ابو علي. وسام ابو علي لعيب كبير جدا، وهقول لك يا جماعه التعاقد عباره عن ايه، كام سنه، واللاعب هيتقاضى كام في الموسم، وكمان نادي سيريس اخد ايه وعلى مدار قد ايه. كل ده ان شاء الله هنتكلم فيه. هنتكلم كمان على حاجه كبيره وحاجه مميزه جدا جدا، برومو اللاعب المتميز جدا عمر كمال عبد الواحد عمله قبل ما يسافر بطوله افريقيا، ولعيب مميز ولعيب كبير انا شايفه بصراحه هيكون له دور في البطوله. كمان هنتكلم على بالنسبه تصريحات حسام المندوه امين الصندوق بالنسبه لنادي الزمالك ووضع نادي الزمالك الفتره القادمه. كمان هنتكلم على النادي الاهلي وطلب مارسيل كولر في معسكر خارجي للامارات، لان الراجل عنده الامارات حاجه كبيره حاجه مميزه، كل ما يروح الامارات ياخد بطوله. تعالى بقى نبدا الاول بالنسبه لتصريحات كابتن احمد شوبير بالنسبه لنادي الزمالك. كابتن شوبير طلع في تصريح مهم جدا واتكلم وقال ان بنسبه 99% نادي الزمالك في منتصف يناير الجاري اللي احنا فيه هتتحل ازمه القيد، بعد لما حل قصه ابراهيم انضاي مع نادي وادي دجله وليرز البلجيكي. كمان بالنسبه ليه قصة شيكا مع نادي سبورتنج لشبونة، القصة كلها ان عليه مليون و100 الف دولار، مليون و100 الف يورو، هيتدفعوا على اربع اقساط ان شاء الله، فاتدفع قسطين من الغرامة، فدلوقتي هيبقى في تفاوض كامل، او يعني زي ما بيقولوا هيبقى في تنازل عن القضية من النادي سبورتنج لشبونة، فالقيد هيبقى مفتوح بالنسبة لنادي الزمالك. كمان في عروض لعيبة مميزة على نادي الزمالك بالنسبة لي محمد عبد الغني وبالنسبة لي ناصر منسي، جاي لهم عروض رسميه بارقام مميزه جدا من نادي البنك الاهلي. وكمان المميز جدا اسامه فيصل هيرجع من الاعاره بالنسبه لنادي الزمالك، فهيبقى هو البديل للاعب المتميز جدا سيف الجزيري اسامه فيصل، الاثنين دول هم اللي هيبقوا يعني الفراوده او رؤوس الحربه بالنسبه لنادي الزمالك. ناصر منسي هيروح ب 40 مليون جنيه، ومحمد عبد الغني هيروح ب 30 مليون جنيه، في 70 مليون جنيه رقم كويس جدا، رقم مميز جدا هيقدر يساعد نادي الزمالك الفتره القادمه. الراجل اتكلم كمان بالنسبه لاحمد سيد زيزو، قال لك احتماليه ان هو يكمل في نادي الزمالك الموسم ده عدت ال 95%. طب ليه؟ لان لو وصلنا لنهائي البطوله يا جماعه في امم افريقيا القيد هيتقفل، يعني نهائي البطوله يوم 3 فبراير، فالقيد هيتقفل يا جماعه يوم 31 يناير، فكده كده احمد سيد زيزو مكمل مع نادي الزمالك، وده الافضل للزمالك وده الافضل لزيزو، لان دايما صفقات يناير بتيجي بارقام مش قويه، دايما الصفقات اللي بتيجي بارقام قويه دايما بتبقى في الميركاتو الصيفي. كل التوفيق لنادي الزمالك وكل التوفيق لزيزو، فتصريحات مهمه جدا من كابتن احمد شوبير. عايز اتكلم كمان في حاجه متميزه جدا، عقد وسام ابو علي، عقد وسام ابو علي يا جماعه لمده 4 سنوات، اللعبة تقاضى أول موسم 700 ألف دولار، ثاني موسم 800 ألف دولار، ثالث موسم مليون دولار، ورابع موسم مليون و200 ألف دولار. الصفقة بكام؟ ب 2 مليون دولار. الموسم الأول هيدفع مليون دولار، والموسم الثاني هيدفع مليون دولار. لاعب كبير ولاعب مميز، وفي حقية البيع نادي سيريس لي 10% من إعادة البيع. أنا شايفه لعيب كبير ولاعب مميز، و24 سنة تقدر تستثمر فيه 4 سنين، لو قضاهم معاك يبقى لسه عنده 27 سنه او 28، فهيتباع بسعر مميز جدا، فانا شايف صفقه استثماريه مهمه جدا للنادي الاهلي. لعيب كبير لعيب مميز، لعب 16 مباراه مع نادي سيريس، جاب 10 اهداف وصنع 6 اهداف، فلعيب في 16 مباراه مشارك فيه 16 هدف، حاجه كبيره حاجه مميزه جدا جدا جدا. كل التوفيق ان شاء الله للاعب المميز. بالنسبه لتصريحات الاستاذ حسام المندوه اللي هو طبعا عارفين امين الصندوق في نادي الزمالك، الراجل طلع واتكلم وقال ان شاء الله ازمه القيد بنسبه 100% هتتحل، اللعيبه اخذت مستحقاتهم القديمه اكتر من 3 شهور قدام اللعيبه قبضتها، ان شاء الله قادرين نقد ازمه نادي الزمالك، ان شاء الله باذن الله احنا قادرين الفتره القادمه دي ان شاء الله ان احنا نقدم كل الصالح لنادي الزمالك. احلى مسا على كل الزملكاويه، احلى مسا على كل المصريين.